بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من شرح كتاب التيسير في الحج. المرة اللي فاتت كنا وقفنا على المسألة الرابعة، ونستكمل اليوم إن شاء الله. المسألة الرابعة حكم المبيت بمنى. إحنا قلنا إن منى بنروحها مرتين، مرة يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، والمرة الثانية بنروحها يوم العيد الكبير. أعمال الحج بتبدأ يوم التروية، إن أنا ببدأ أروح على منى يوم التروية، أقعد في منى، وبعد كده أخرج من منى يوم عرفة إلى جبل عرفات، وكذلك بروح لمنى تاني يوم العيد الكبير، لما أخرج من المزدلفة بخرج من المزدلفة إلى منى. المبيت في منى مش ركن من أركان الحج، إنما المبيت في منى سنة عند الفقهاء، وبالتالي السنة إذا عملتها أثاب عليها، إذا ما فعلتهاش لا أعاقب عليها. فإذا أنا ما روحتش منى يوم 8 وتوجهت من الفندق مباشرة زي ما ناس كتيرة بتعمل إلى عرفة، لا حرج علي وليس علي إثم. يبقى أنا يوم 8 لو قدرت أروح منى ومفيش مشقة علي ومفيش حرج ومفيش تعب أروح، لكن في مشقة، في تعب، في زحام شديد وتوجهت إلى عرفة وما بتش بمنى، ليس علي شيء. كذلك المبيت في منى في أيام التشريق، ليوم العيد وتاني يوم وتالت يوم وهكذا. إذا كان في عذر يمنعني من المكث في منى، لأن المكان ضيق أو مليش مكان أبات فيه، أو ممكن أعمل مشكلة لو أنا بيتت في منى، فأنا مش عايز أبات في منى، في هذه الحالة يجوز لي أن أنا ما باتش في منى، لأن المبيت في منى في هذه الحالة عند البعض سنة، وزي ما قلنا برضو ترك السنة ليس فيه عقاب أو ليس فيه إثم. أنا بقدر إن كان قدرت أبات في منى في أيام التشريق بحيث أن أنا هرمي كل يوم وأنا في منى، خير وبركة. ما قدرتش أو في مشقة في هذه الحالة ينفع أن أنا أبات في أي مكان، في مكة أو في أي مكان، وأرجع كل يوم إلى منى أرمي الجمرات وأمشي تاني، ما فيش أدنى مشكلة. وهذا من باب التيسير على الناس، خاصة في هذه الأوقات التي يعني يشتد فيها الزحام. طيب، لكن لو أنا بقى ما عنديش عذر يمنعني من المكث في منى، يعني انا عندي مكان وما فيش ادنى مشكله ان انا اقعد، وتركت المبيت في منى، في هذه الحاله ترك المبيت في هذه الحاله يكون مكروه، لكن خلاص برضو الحج الصحيح ان شاء الله ما فيش ادنى مشكله. فيفضل ان انا لو عندي المقدره على ان انا ابات في منى وما عنديش ادنى مشكله ابات، عندي مشكله خلاص ينفع ان انا اسيب منى، لكن ما عنديش اي مشكله وما فيش اي حرج وما فيش اي مشقه وما بيتش في منى، هذا امر مكروه. الساده الحنابله شافوا او قالوا ان المبيت في منى واجب، يعني لازم نقعد في منى، لكن المبيت في منى على قول الحنابله واجب، هذا المبيت مرهون او هذا الوجوب مرهون بالاستطاعه، يعني لو أنا قادر وأستطيع أن أنا أبات في منى دون أي مشكلة، صار المبيت في منى في هذه الحالة على قول الحنابلة واجب، بالتالي لازم أعمله، لكن إذا ما كنتش قادر أو في أي مشكلة يبقى ليس علي حرج في ترك المبيت. والآن دلوقتي أصبحت الأمور يعني منظمة شوية، في الغالب ما حدش يعني بيحج لوحده، كلنا بنحج تبع جروبات أو أفواج، فبقدر الإمكان الكل يلتزم بالجروب أو بالفوج اللي معاه، فالجروب أو الفوج اللي معاه منظم مكان وعامل حسابه على مكان في منى، وهنقعد أيام التشريق في منى، فأنا هقعد في مكاني ما فيش أي مشكلة، مش هعمل أي مشاكل، يبقى التزم بالمبيت. طيب ما فيش أي مكان هناك، أو الجروب مش عامل حسابه، أو ما فيش أماكن، خلاص التزم بالجروب أو الفوج اللي أنا فيه. بعد كده المسألة الخامسة، قدر البقاء بالمزدلفة. احنا قلنا بنخرج من عرفة،
على المغرب نتوجه إلى المزدلفة، نقعد في المزدلفة قد إيه؟ الأصل إن أنا أقعد أبات في المزدلفة وأتحرك من المزدلفة بعد شروق شمس يوم العيد، لكن أنا عايز أتحرك من المزدلفة بالليل مفيش أي مشكلة خالص، هخرج من المزدلفة بالليل على منى أو أنزل أطوف مفيش أدنى مشكلة خالص. قدر البقاء في المزدلفة في أي جزء من أجزاء الليل، إحنا قلنا بنخرج من العرفة على المغرب بنصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، وأقعد في المزدلفة يعني على رأي الإمام مالك قدر حط الرحال. لو حطيت بمقدار حط الشنط بتاعتي يعني دقيقتين ثلاث دقائق وبعد كده انصرفت، وده أمر أصلا ما بيحصلش، لكن أنت عشان تدخل المزدلفة دلوقتي وتخرج مش أقل من ساعتين ثلاثة، يعني أنت ورزقك بقى وحسب الزحمة اللي هناك. لكن على أقل تقدير لو قعدت في المزدلفة جزء بسيط من الليل يبقى كده تمت شعيرة المزدلفة ومفيش أي مشكلة خالص. فهنا برضو هنتبع الجروب اللي احنا معاه والفوج اللي احنا معاه، هم هينزلوا ويقعدوا في المزدلفة قد ايه ويتحركوا بعد قد ايه، الكل يلتزم يا جماعة بالناس اللي معاه عشان الامر يسير، يعني يسير في سهولة ويسر ما يكونش فيه مشقة على اي حد. لكن لو انت بتحج لوحدك وعايز تقعد براحتك اقعد، عايز تمشي براحتك ما فيش اي مشكلة. لكن اذا كان قعادك في المزدلفة هيوقعك في مشاكل او في زحمة شديدة جداً، يبقى ليس عليك حرج انك تيسر على نفسك وتيسر على الناس اللي معاك وتمشي في الليل من المزدلفة. ربنا بيقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو المزدلفة. فأنا خلاص خلصت أفضت من عرفات، خرجت من عرفات ورحت للمزدلفة، فبذكر ربنا في المزدلفة بأي ذكر أو قعدت أي وقت من الليل، خلاص أنا كده عملت الآية وزي ما الآية قالت بالظبط، فعايز أنصرف من المزدلفة وأمشي مفيش أي مشكلة. فالوقوف بالمزدلفة يحصل بأقل يعني جزء من وقت طالما حدث في وقت الليل من العشاء إلى الفجر. لكن السادة الحنابلة يرون أن المبيت بالمزدلفة واجب، يعني المبيت بالمزدلفة عند بعض الفقهاء سنة، فقالوا حتى لو بمقدار أنك أنت تحط الشرط بتاعتك وتمشي خلاص تمت الشعيرة. لكن السادة الحنابلة بيقولوا لا، أن المبيت بالمزدلفة واجب، يعني لازم نبات أو لازم يعني نبيت بالمزدلفة. وهذا أمر برضو يا جماعة مرهون ومتوقف على الاستطاعة، يعني على فرض ان انا عايز اخد براي الحنابله وعايز ابات في المزدلفه، بنقول لك بات بس بقدر الاستطاعه، يعني لو في استطاعه او في امكانيه انك انت تبات خلاص بات. لكن ما فيش استطاعه، في مشقه، في حرج، في تعب، ما فيش اماكن، في زحمه، في مشاكل، في خصومات، في جدال كتير في المكان، يبقى خلاص اخرج ولا حرج عليك. يعني خاصه الجماعه اللي هم الضعفاء واصحاب الاعذار والمرضى نخفف ونيسر عليهم قدر الامكان ونخليهم يخرجوا من المزدلفه بالليل مفيش ادنى مشكله ان شاء الله. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لضعفه النساء من المزدلفه بالليل، سيدنا النبي اذن للضعفاء والناس الكبار في السن ان هم يخرجوا من المزدلفه بالليل وما يباتوش معاه لحد الليل ما ينتهي. فهذا دليل على أن المكث في المزدلفة أو المبيت بمزدلفة ليس واجبا. وجت واحدة ست استأذنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هي تخرج من المزدلفة بالليل، فسيدنا النبي أذن لها ولا حرج عليها. فعموما المكث بمزدلفة يكون في أي جزء من أجزاء الليل، واللي عايز يخرج من المزدلفة إلى منى ما فيش أي مشكلة. المسألة السادسة بدء يوم النحر وانتهاءه. يوم النحر احنا عارفين ان يوم النحر اللي هو يوم العيد الكبير يا جماعه، في اربع اعمال مهمه لازم الحاج يعملها، يرمي الجمرات، يحلق، يدفع الصك اللي هو الهدي، يطوف طواف الافاضه. طب يعمل ايه قبل ايه؟ الترتيب مش الزامي، يعني ممكن يعمل حاجه قبل حاجه ما فيش اي مشكله. امتى بقى يوم النحر ده بيبدا؟ قالوا يوم النحر بيبدا من منتصف ليله، من منتصف ليله، يعني ليلة العيد اللي هي يوم عرفة بالليل، يوم عرفة بالليل بعد نص الليل هنا بيبدأ يوم النحر. ف
فيوم العيد يبدأ من منتصف الليلة بتاعته. فهنفترض إن نصف الليل الساعة 12، يبقى يوم 9 ذو الحجة اللي هو يوم عرفة بالليل، يوم 9 ذو الحجة الساعة 12 بالليل، هنا بيبدأ يوم النحر بالنسبة للحجيج مش بالنسبة لنا احنا، لأن احنا عندنا الناس اللي قاعدة هنا مش بتحج. يوم النحر أو يوم العيد بيبدأ عندها من أول ما الفجر يأذن، فبنروح نصلي الفجر وبعد كده بنصلي العيد بعد شروق الشمس. لكن هو كحاج هناك في مكة عشان مطالب بالأربع حاجات اللي احنا قلناهم في يوم العيد، إن هو يحلق ويدفع الصك ويرمي الجمرات ويطوف طواف الإفاضة، أربع حاجات لازم يعملها في يوم العيد. يوم العيد بقى بالنسبة له يبدأ من إمتى؟ من منتصف الليل، من الساعة 12 مثلا. فيبدأ من منتصف الليل، يعني بعد ما بيخرج من المزدلفة عند منتصف الليل لو عايز يخرج، أو قبل منتصف الليل بنقول له إحنا بعد منتصف الليلة دي هتبدأ أيام النحر. فبالتالي تبدأ أو يعني ينفع أنك أنت تعمل أي حاجة من الأربع حاجات من الوقت ده. عايز تروح تطوف بقى بعد منتصف الليل، عايز ترمي الجمرات، براحتك. فيبدأ يوم العيد من منتصف ليله بالنسبة للحج. وفي الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر، يعني ليلة العيد، فرمت الجمرة ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون فيه النبي عندها. يعني السيدة أم سلمة ليلة العيد راحت رمت قبل الفجر ونزلت عملت الطواف في ليلة العيد، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. فالنزول من مزدلفة يبدأ من منتصف ليلة العيد، وبالتالي يحق لي بعد المنتصف إن أنا أبدأ أعمل الأعمال الخاصة بيوم العيد. وبالتالي اللي هيعمل أي عمل من أعمال يوم النحر اللي هم الأعمال الأربعة هيعملهم من منتصف الليل، ما فيش أي مشكلة وحجه صحيح إن شاء الله. المسألة السابعة: الأعمال التي يؤديها الحاج يوم النحر. إيه الحاجات اللي احنا بنعملها يوم العيد أو يوم النحر؟ الأربع حاجات اللي احنا قلناهم: رمي الجمرة، الحلق، دفع الصك، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. طيب نعمل ايه قبل ايه؟ الترتيب ليس الزاميا يا جماعه، النبي قال في هذا اليوم افعل ولا حرج. طيب المفروض الترتيب ان انا اعمل التالي: اول حاجه ان احنا بنرمي، بعد كده بنحلق، بعد كده بندفع الصك، بعد كده بنطوف. يبقى الأربع حاجات اللي أنا بعملهم يوم العيد على الترتيب التالي: رمي الجمرات، حلق الرأس، دفع الصك، طواف الإفاضة. الترتيب ده سنة، يعني أنا لو رتبت بدأت كده بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فالترتيب ده سنة وأثاب على هذه السنة ولا حرج في ذلك. طب أنا ما قدرتش أعمل كده وعندي مشكلة أن أنا أرتب، فعايز أعمل حاجة قبل حاجة أو حاجة بعد حاجة، في هذه الحالة مفيش أي مشكلة. فعندك هنا المسألة الثامنة: الترتيب الملائم للتيسير المعاصر. المسألة الثامنة: الترتيب بين الأربع حاجات دول، يعني الرمي ثم الحلق ثم الصك ثم طواف الإفاضة، الترتيب ده واجب عند جمهور الفقهاء، معلش، سنة عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلة، قالوا إن الترتيب ده سنة، فبالتالي مش عايز يرتب خلاص. أما السادة الحنفية شافوا إن الترتيب ده واجب، يعني الواجب إن احنا نرتب نعمل الحاجات دي الأربعة بالترتيب اللي احنا قلناه. لكن هنا بنقول في ظل هذه الأوضاع اللي احنا فيها وظل هذه الظروف والازدحام الشديد، فالأمر هنا برضو مرهون بالاستطاعة. اللي قادر يرتب بين الأربعة دول ومستطيع دون الوقوع في أي مشقة، مفيش أي مشكلة خالص، يرتب ويثاب على هذا الترتيب. طب اللي عنده مشكلة في الترتيب أو هيجد مشقة أو صعوبة، أو عايز يوم العيد الصبح مش هيقدر يطوف في الزحمة لو هطف بعد الظهر أو العصر، فعايز ينزل الأول العيد في الصباح الباكر يطوف طواف الإفاضة وبعد كده يرجع على منى يرمي، في هذه الحالة مفيش أي مشكلة. يبقى اللي هيطوف في الأول أو اللي هيحلق في الأول يفعل ولا حرج عليه كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وبقدر الإمكان الإنسان يحاول أن هو لا يكلف نفسه فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر بالنسبة لك شاق وصعب أنك أنت ترتب، خلاص ما ترتبش، إن الترتيب سنة عند جمهور الفقهاء. عندك المقدرة على أنك أنت ترتب دون أدنى مشكلة أو مشقة، رتب وتساب على هذا الترتيب إن شاء الله. في اليوم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسئلة كتيرة سألت له في يوم العيد، لأنه كان بيحج مع الناس، فناس كتيرة سألته، أنا عملت ذبحت قبل ما أحلق، طفت قبل ما أحلق، حلقت قبل مش عارف ما أعمل إيه، فكل الحاجات دي اللي عرضت على النبي قال لهم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. العبرة إيه؟ إن اليوم العيد أعمل فيه الأربع حاجات دول، مع طبعا مع اعتبار ان انا ممكن ادفع الصك قبل يوم العيد اصلا، فما فيش اي مشكله. فالعبره ان انا يوم العيد ده يخلص وانا اكون عملت الاربعه دول، عملت ايه قبل ايه بقى مش مشكله. ووقع الاجماع من الفقهاء ومن الفقهاء الكرام رضوان الله تعالى عليهم على ان الترتيب ليس الزاما، وعلى جواز تقديم ليس ركنا، مش ركن. فبالتالي لو قدم حاجه قبل حاجه او اخر حاجه عن حاجه ما فيش اي مشكله خالص. يعني احنا بقدر الامكان بنحاول نعمل العباده دي يا جماعه بالقدر اللي نيسر بيه على نفسنا، واللي ما نوقعش نفسنا فيه في حرج او مشقه. بعد كده المساله التاسعه، الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال، بعض الفقهاء قالوا بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها، أول يوم العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم، ما فيش أي مشكلة خالص. يعني هو الأصل الرمي عند الزوال. الزوال يعني إيه؟ الشمس بتطلع من المشرق، تفضل ماشية 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 في السماء لحد ما بتيجي في وسط السماء بالضبط، ده بنسميه كبد السماء. أول الشمس ما بتيجي في وسط السماء، الإنسان فينا ما بيكونش ليه ظل على الأرض، الشمس بتبقى عمودية فوقيه بالضبط. بعد فترة كده بوقت قليل جدا، دقائق أو لحظات، أول ما الشمس بتقف في النص بتبدأ تزول عن كبد السماء وتتجه ناحية الغرب. ده اسم وقت الزوال. واول الشمس ما تبدا تزول، يعني تمشي من وسط السماء ناحيه الغرب، هنا بيدخل وقت الظهر. فوقت الظهر يبدا امتى؟ اول ما الشمس تكون عموديه في وسط السماء وتبدا تزول عن وسط السماء ناحيه الغروب، بيدخل هنا وقت الظهر. فالاصل ان الرمي بيبدا من وقت الزوال، لكن هل ينفع ان انا ارمي بقى قبل الزوال؟ يعني ارمي الساعه 10 11 8 الصبح؟ قال عدد من الفقهاء بجواز هذا الأمر، مفيش أي مشكلة خالص. وهذا يعني أمر نحتاجه الآن، لأن قبل كده لما كان الناس كده بتركز على الرمي وقت الزوال بس، حصل تدافع كبير جدا جدا بين الحجيج وناس كتيرة ماتت. فلا مانع من الأخذ بهذا القول الميسر، إن أنا ينفع أرمي في أي وقت، مفيش أي مشكلة، أتخير الوقت المناسب اللي مفيهوش زحام وأروح أرمي فيه، مفيش أي مشكلة خالص. فهنا وقت الرمي بيبدأ عندي من بعد طلوع الشمس زي ما أنا عايز. طب النبي رمى بعد الزوال؟ قال نعم، النبي سيدنا النبي رمى بعد الزوال، لكنه لم يرد عنه أنه نهى عن الرمي قبل الزوال. يعني سيدنا النبي رمى بعد الظهر، لكن هل ورد أنه قال ما ترموش قبل الظهر أو قبل الزوال؟ ما وردش كده. فعندنا قواعد شرعية بتقول المشقة تجلب التيسير والتكليف بحسب الوسع، فأنا ما شقش على نفسي وما شقش على الناس اللي معايا، وينفع أرمي في أي وقت. بعد كده المسألة العاشرة، الأثر المترتب على التحلل من الإحرام. التحلل من الإحرام عندي على نوعين، أصغر وأكبر. التحلل الأصغر إن يباح للشخص المحرم فعل كل شيء ما عدا النساء، ما عدا العلاقة الزوجية، وده يكون يوم العيد لما الإنسان يرمي ويحلق ويدفع الصك، كده تحلل من التحلل الأصغر. فبعد ما عملت الحاجات دي في منى، اروح المكان اللي انا قاعد فيه في منى، اخلع لبس الاحرام والبس بقى اللبس العادي الطبيعي بتاعي، واحط البرفان اللي انا عايزه او اي حاجه، خلاص انا كده تحللت.
لكن الزوج لا يقترب من زوجته. ليه؟ لحد ما يخلص طواف الإفاضة. فأنا بلبس لبس العادي بتاعي وبنزل على طواف الإفاضة، بطوف طواف الإفاضة في مكة. بعد ما طوفت طواف الإفاضة في مكة، هنا تحللت التحلل الأكبر، يباح للزوج أن يقترب من زوجته، ما فيش أدنى مشكلة. يبقى التحلل عندنا نوعين، أصغر وأكبر. الأصغر يحل به كل شيء ما عدا النساء، والأكبر يحل به كل شيء حتى النساء، وده متوقف على طواف الإفاضة. بعد كده المسألة 11، الجمع بين طواف الركن وطواف الوداع. طبعا احنا عندنا يوم العيد احنا بنطوف طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. ينفع ان انا اجله اليوم 11 او 12 او 13، ما فيش اي مشكله. وعند بعض الفقهاء طيله شهر ذي الحجه كله، لو انا عندي ظروف تمنعني او عندي مشكله ما فيش اي مشكله، ينفع ان انا اطوف طواف الافاضه ده في اي وقت. لكن المفترض ان انا بودع البيت بطواف الوداع، يعني بعد ما خلصت ايام الحج، طفت يوم العيد وخلصت جمرات رمي الجمرات، آخر عهدي بمكة يا جماعة إن أنا بطوف طواف الوداع للناس اللي هم مش من أهل مكة زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. وطواف الوداع ده عند البعض واجب وعند البعض سنة. فهنا لو أنا دلوقتي حصلت لي مشكلة مثلا وما طوفتش طواف الإفاضة يوم العيد، فهطوفه مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة، وده آخر يوم ليا في مكة والدنيا زحمة وانا مش هينفع اطوف طوافين النهارده، فينفع اجمع بين طواف الافاضه وطواف الوداع؟ ينفع، مفيش اي مشكله خالص. فلو انا دلوقتي وانا بطوف طواف الافاضه اهو، كان كده بودع البيت برضه، يعني مش واجب عليا ارجع تاني واطوف طواف الوداع طالما الامور زحمه والامور مش متيسره ليا. وده على مذهب الساده المالكيه وفي روايه عند الساده الحنابله وغيرهم. يبقى أنا لو مش قادر أطوف طواف الوداع فطواف الإفاضة بيكفيني لو أنا أخرته. في الحديث الشريف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغ من طوافكما. يعني قال له إيه؟ قال له أخرج خلاص وأهل بالعمرة وكده، انت خلاص خلصت الطواف بتاعك. وما امروش ان هو يطوف طواف الوداع. وبعدين هو طواف الوداع ده اصلا شرع ليه؟ شرع طواف الوداع لتوديع البيت الحرام، عشان نودع به البيت الحرام. طب انا خلاص انا اخر حاجه بعملها في البيت الحرام ان انا طفت طواف الركن او الافاضه، فكان انا برضو ودعت البيت فما فيش اي مشكله خالص. بعد كده المساله 12، النيابه في اعمال الحج. النيابه يعني ينفع ان انا اوكل حد او اخلي حد ينوب عني في اعمال الحج، يعمل حاجات خاصه باعمال الحج نيابه عني ولا لا؟ في عبادات يا جماعة ما ينفعش فيها النيابة أو التوكيل زي الصيام والصلاة، يعني ما ينفعش أوكل حد يصوم عني، ما ينفعش أوكل حد يصلي عني، ده ما ينفعش. لكن في الحج ينفع أخلي حد أوكل حد إن هو يحج عني، ما فيش أي مشكلة خالص. في الكفارات، في الذبح، في الأضحية، في العقيقة، في كل هذه الأمور ينفع أخلي حد ينوب عني، ما فيش أي مشكلة خالص. فهناك أمور يجوز فيها النيابة، خاصة الأمور المالية زي الهدي بقى، وإن الهدي دلوقتي أنا بدفع صك والسعودية هناك هي بتنوب عني في ذبح الهدي، فالعبادات المالية يجوز فيها النيابة. وكذلك هناك أمور للحاج يتعين عليه أنه هو يعملها، يعني لو أنا رحت الحاج بقى ينفع اخلي حد ينوب عني اصلا واخليه يحج بالنيابه عني من الاصل؟ ينفع، ما فيش اي مشكله. لو انا ما عنديش قدره ان انا اروح اسافر دلوقتي وانا واجب علي الحج، يعني كان واجب علي الحج من فتره وانا قصرت ما رحتش، يبقى صار الحج في عنقي دينا لازم اقضيه، بس انا دلوقتي صحتي ما تمنعني ان انا اروح احج، في هذه الحاله اعمل ايه؟ اوكل واحد بالنيابه عني، اقول له روح حج عني خلاص. طيب انا رحت احج بقى بنفسي وحصلت لي مشكله هناك، ففي حاجات مش قادر اعملها، ينفع اخلي حد
أوكله إن هو ينوب عني في إتمام هذه الأعمال. لكن في حاجة، في حاجات ما ينفعش أخلي حد ينوب عني، قال زي الوقوف بعرفة. يعني أنا كنت هناك بعمل عملت كل حاجة وجيت في يوم عرفة تعبت، في هذه الحالة ما ينفعش أنوب حد أو أوكل حد بالنيابة عني إن هو يروح يقف على عرفة، ما ينفعش. الوقوف بعرفة ينفع على أي طريقة، يعني يسقط ركن الوقوف بعرفة بتواجد الإنسان في عرفة ولو لدقيقة واحدة، مجرد أنه هو دخل عرفة وخرج تم الركن. حتى لو دخل وهو مغمى عليه، يعني إنسان مريض مثلا هو حج وقبل يوم عرفة حصلت له مشكلة فوديناه المستشفى، لكن إحنا نقدر ننقله بعربية إسعاف وندخله عرفة ونخرجه، ينفع ما فيش أي مشكلة. لكن هل هو يقول لواحد ما روح بالنيابة عني وقف على عرفة؟ لا ما ينفعش. روح بالنيابة عني احلق او قصر؟ لا ما ينفعش، لازم هو اللي يحلق او يقصر. ففي حاجات حتى في الحج ينفع ان احنا ننوب حد بالنيابه عننا او نوكل حد بالنيابه عننا، زي بقى رمي الجمرات، زي ذبح الهدي، زي الطواف، زي السعي، ما فيش اي مشكله. لكن الوقوف بعرفه لا، الحلق لا. فالنيابة والتوكيل في أفعال الحج يا جماعة صحيح، ينفع أن واحد يوكل أي حد من الأصل يروح يحج عنه، ما فيش أي مشكلة. لكن إذا راح هو بنفسه يحج وحصلت له مشكلة، في حاجات ينفع يوكل فيها زي الرمي وزي الطواف والسعي، لكن في حاجات ما ينفعش زي الوقوف بعرفة. وإن قدر الإمكان فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لو قدر يدخل عرفة ولو دقيقة واحدة مغمى عليه وكذا ومع في عربية الإسعاف نايم مغمى عليه، دخل وخرج تم حجه. بعد كده بيقول لي في حاجة اسمها شروط النيابة في الحج. يعني أنا دلوقتي عشان أوكل حد أو أخلي حد ينوب عني في الذهاب للحج لابد من شروط. أول شرط أن يكون المنوب عنه في الحج غير قادر على تحمل مشاق السفر أو أداء أعمال الحج. يعني أنا دلوقتي واجب علي الحج ومش عايز أروح وعايز أخلي حد ينوب عني أو أوكله في النيابة عني يروح يحج، يبقى أول حاجة لازم أكون أنا مش قادر أروح، أنا عندي مشكلة مرضية تمنعني من الذهاب للحج، أو أنا يعني لكبر السن أو كذا، لو سافرت هيبقى في مشقة كبيرة جدا عليا. في هذه الحالة أوكل حد في النيابة عني أو بالنيابة عني يروح يحج. وكل واحد بقى أمين فيما يخبر عن نفسه، أنا شايف نفسي فعلا مش أقدر أروح فبوكل واحد عني. بس الكلام ده امتى؟ لما يكون كان واجب عليا الحج وانا ما روحتش. يعني انا من 5 سنين 10 سنين كان عندي فلوس وكنت قادر من الناحيه الجسديه والبدنيه ان انا اروح احج وما حجتش، يبقى في هذه الحاله صار الحج دينا في رقبتي، لازم احج، بس انا ما حجتش، اديني 10 سنين ما حجتش، يبقى لازم اروح. طب جيت بعد 10 سنين دلوقتي عايز اقضي الدين اللي عليا ده، فبعمل ايه؟ بوكل واحد بالنيابه عني يروح يحج. لكن انا دلوقتي هفترض ان انا ما كانش واجب عليا الحج قبل كده، ما كانش عندي القدره الماليه، واصبحت عندي القدره الماليه دلوقتي لكن ما عنديش القدره البدنيه مش قادر اروح حج، هل في هذه الحاله لازم اوكل واحد يروح يحج عني؟ لا مش لازم، لكن لو عايز من باب الثواب والفضل خير وبركه طبعا. يبقى اول حاجه لازم الشخص الموكل اللي هو صاحب الامر لازم يكون غير قادر على ان هو يروح بنفسه يحج. الشرط الثاني ان يكون النائب، يعني الوكيل الشخص الثاني بقى اللي هيروح بالنيابه عني، ان هو يكون قادر على فعل الحاجات اللي انا طلبتها منه. انا كده طلبت من واحد صحيح كويس يروح يحج بالنيابه عني، فهيروح يحج وعارف يعني وقوف بعرفه وهيقف على عرفه وهيعرف يطوف وعنده المقدره على فعل اعمال الحج. طب اذا كان هو غير قادر اصلا، انا وكلت واحد مريض والمريض مش هيسافر او هيروح مش هيعرف يعمل حاجه، فهذه الحاله لا تجوز النيابه والوكاله. الأمر الثالث أن يكون النائب يعني الوكيل اللي أنا قلت له روح حج عني قد أدى ما يجب عليه بصفة شخصية. أولا هو راح حج قبل كده فأسقط عنه فريضة الحج، فأنا بقول له بقى روح حج بالنيابة عني.
طيب او انا هناك وكلت واحد في رمي الجمرات، انا تعبان مش قادر ارمي، فقلت له ارمي بالنيابه عني، فهو لازم يرمي لنفسه الاول. يعني انا معايا واحد حاج صاحبي مع بعض في الجروب، فانا صعب ان انا اروح ارمي، عندي مشكله فقاعد في الفندق، فوكلت واحد صديقي وقلت له ارمي لي معاك الجمرات، ينفع ما فيش اي مشكله، بس لازم هو يبدا بنفسه الاول، يعني لازم يرمي لنفسه الاول وبعد ما يرمي لنفسه يرمي لي الجمرات الخاصه بيا. خلاص كده يا جماعه، يبقى النيابه في افعال الحج تجوز ولا مشكله فيها. بعد كده المساله الثالثه عشر، النيابه في رمي الجمار، تطبيقات النيابه في اعمال الحج. زي ما قلنا ينفع ان الانسان يخلي يوكل واحد في بالنيابه عنه ان هو يرمي الجمار، ما فيش اي مشكله، خاصه في هذه الاوقات التي يكثر فيها الزحام، زحام شديد جدا جدا، وممكن الانسان يجد صعوبه في ان هو يروح بنفسه ويرمي الجمرات، او انسان كبير او عنده مشكله صحيه، فما فيش ادنى مشكله في التوكيل او في النيابه في رمي الجمار. وفي الحديث الشريف عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. في مشكله ان الصبيان ممكن يروح يرموا بنفسهم، تبقى ليهم مشكله، فاحنا رمينا بالنيابه عنهم، فهذا دليل على جواز النيابه في رمي الجمر. يعني عايز اقول لك اذا كان ينفع يا عم الحج النيابه والتوكيل في الحج كله لاجل المرض والعذر، يعني انا مريض ومش قادر اروح احج، فينفع ان انا اوكل واحد بالنيابه عني يروح يحج ولا لا؟ ينفع. طب اذا كان ينفع النيابه في اعمال الحج كلها، يبقى من باب اولى ينفع في بعض اجزاء الحج، ان انا رحت مش قادر ارمي هناك وعندي مشكله صحيه فوكلت واحد بالنيابه عني، فما فيش اي مشكله خالص. فالتوكيل في رمي الجمار صحيح ولا مشكله فيه ان شاء الله. كذلك التوكيل في الطواف، الاصل في الطواف ان الانسان يطوف بنفسه. لكن لو ان الانسان عجز عن ان هو يطوف بنفسه لأجل عذر أو مرض أو بسبب الزحمة الشديدة، في الحالة دي بنقول له إيه؟ بنقول له طب تقدر تأجر حاجة تلففك أو تطوفك، زي مثلا نأجر عجلة مثلا أو نأجر عربية مثلا هناك، أو نأجر واحد يخليه يشيله ويطوف لو هو مش قادر يطوف بنفسه، لو قادر يعمل كده يعمل كده. طيب مش قادر يطوف بنفسه ومش قادر يستأجر أي حاجة عشان يطوف عليها، أو مش شايف أي، يعني مش عارف يجيب أي حد يشيله ويطوف به، في هذه الحالة يجوز له أن ينيب غيره في الطواف، يوكل واحد أنه يطوف عنه أو بالنيابة عنه، ما فيش أي مشكلة خالص. لكن إذا استطاع الحاج أن هو يدبر حاجة تشيله أو تحمله أو حد يطوف به، يبقى يعمل كده، مش قادر يبقى خلاص له أن ينيب غيره. طيب بعد كده رمي الجمرات في وقت واحد. احنا قلنا الجمرات كلها على 3 أو 4 أيام من بداية من يوم العيد. لكن بعض الفقهاء يرى أن تفريق الرمي على أيام التشريق سنة. يعني السنة أن أنا أرمي الجمرات أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وهكذا، كل يوم برمي الجمرات الخاصة بتاعته. والبعض قال البعض قال ينفع إن إحنا نجمع بين الجمار، ما فيش أي مشكلة. فالبعض قال ان التفريق بين رمي الجمار ده سنه، وبالتالي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يعني هرمي كل يوم، يبقى انا كده عملت السنه واثاب على كده. طب انا عندي مشكله بسبب الزحام او بسبب المرض او مضطر اسافر، فهرمي الجمار كلها في وقت واحد، فده ما فيش اي مشكله ان شاء الله. لكن بقدر الامكان يا جماعه لا نلجا الى مثل هذه الامور الا عند الضروره. لو أنا قادر إن أنا أرمي الجمار كل يوم الجمرات الخاصة بي، يبقى خير وبركة، وده أفضل وأحسن، وكده أنا بعمل الحج على أحسن وأتم ما يكون، وأخذ ثواب السنة لكن عندي مشكلة مرضية أو صحية أو عذرية أو أي مكان تمنعني هذه المشكلة من استمرار
رمي الجمار في أيام التشريق فعايز أرميها كلها في يوم واحد، مفيش مشكلة. كذلك الإنابة في ذبح الأضحية والهدي، ينفع ان انا اوكل واحد بالنيابه عني ان هو يذبح الاضحيه او الهدي ولي الثواب، زي دلوقتي ما احنا هنا بندفع صك الاضحيه، بنشتري الاضحيه عباره عن صك، وبوكل الجهه اللي انا اشتريت منها هي بتذبح بالنيابه عني، بتذبح بالنيابه عني. وكذلك لما اروح هناك الحرم بدفع الهدي في صوره صك، وكاني بوكلهم في النيابه عني، فده ما فيهوش اي مشكله خالص. المساله 14، الشك في أداء بعض المناسك، مناسك الحج. الشك، إحنا عندنا قاعدة بتقول اليقين لا يزول بالشك. لو أنا حدث عندي شك بعد أداء العبادة لا ألتفت لهذا الشك، يعني أنا صليت وبعد ما صليت وخلصت صلاة بدأ يحصل لي شك، هو أنا صليت الظهر 3 ركعات ولا 4 ركعات؟ في هذه الحالة هنطبق القاعدة اللي بتقول اليقين لا يزول بالشك. انت يقينك انك انت خلصت صلاة وخلصت، خلاص سيبك من الشك ده واطرحه. لكن انا لو شكيت في اثناء الصلاة 3 ولا 4 والشك 50% بيقول انك انت صليت 3 و50% صليت 4، حصل عندي شك اثناء العبادة، في هذه الحالة اعمل ايه؟ ابني على الاقل، اقول له انا كده هبني على ان انا صليت 3 واكمل ركعة 4 واسجد لسه. كذلك في الحج، انا شكيت في اي حاجة في اعمال الحج بعد ما عملتها خلاص لا ارجعش ليها تاني، اليقين لا يزول بالشك. طب حصل شك عندي في اثناء العباده نفسها او اثناء الشعيره نفسها، ابني على الاقل. يعني وانا بطوف حول الكعبه المفروض اطوف 7 مرات. بعد ما خلصت الطواف وصليت ركعتين تحيه او ركعتين سنه الاحرام سنه الطواف، بعد ما خلصت الطواف بدا يحصل عندي شك، هو انا طفت ست اشواط ولا 7 اشواط؟ 6 اشواط ولا 7؟ حصل عندي شك. اليقين لا يزول بالشك، طالما خلصت العباده انت كده طفت 7 وخلاص ما تشغلش دماغك. طب لو انا حصل عندي الشك ده وانا بطوف بقى، جيت في اخر شوط مش عارف هو ده الشوط 7 ولا 6، عندي شك ما عنديش ترجيح، يبقى ابني على الاقل وقول ده الشوط 6 ولسه باقي لي شوط 1. يبقى الشك في شكيت بقى في الطواف في السعي 7 اشواط في السعي ولا 6، نفس الكلام لو شكيت بعد انتهاء العباده اطرح الشك ده من قلبك واليقين لا يزول بالشك، شكيت في اثناء العباده يبقى ابني على الاقل. نفس الكلام الشك في الرمي. لو انت شكيت بعد ما رميت خلاص ما تلتفتش، شكيت اثناء الرمي ابني على الاقل. يعني وانا رميت 7 حصيات ولا 6؟ بعد ما خلصت انت رميت 7 وريح دماغك. طب في اثناء الرمي ابني على الاقل. بعد كده المسألة 15، حكم البقاء بمكة والبيع والشراء بعد طواف، حكم البقاء بمكة والبيع والشراء بعد طواف الوداع. المفترض ان احنا اخر حاجة بنعملها في مكة يا جماعة ان احنا بنودع البيت، ان احنا بنطوف طواف الوداع وننصرف فورا. طيب لو انا بعد ما طفت طواف الوداع قعدت شويه في مكه وما نويتش الاقامه وقعدت ابيع واشتري واشتري هدايا واجيب هدايا معايا وانا جاي واجيب سبح بقى واجيب طقاوي واجيب مش عارف ايه، بعد ما خلصت طواف الوداع مفيش ادنى مشكله طالما ان انا ايه ان انا مش ناوي الاقامه. لكن هو الاصل ان انا اخلص كل ده قبل طواف الوداع بحيث ان اخر عهدي بمكه يكون طواف الوداع، اخلص الطواف وامشي. لكن حصل ظرف ان انا بعد ما طفت طواف الوداع قعدت، حصلت مشكلة عندنا في السفر، في مشكلة في التذاكر في الطيران، فأخرنا 2 أو 3 وأنا طفت طواف الوداع وخلصت. فقعدت في مكة فقلت أنا هستغل الوقت اللي أنا قاعده ده لحد ما أسافر إن أنا أنزل أشتري هدايا وأشتري حاجات للأهل في البيت، مفيش أي مشكلة خالص. فهنا لو أنا بعد طواف الوداع هقعد أشتري أي هدايا أي حاجات أي متعلقات مفيش أي مشكلة خالص. بعد كده المسألة 16، أعمال العمرة. العمرة لغة الزيارة، وفي الاصطلاح هي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص بإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. بعض الفقهاء يرى أن حكم العمرة سنة
مرة واحدة في العمر، يعني لازم أعمل السنة دي يعني ولو مرة واحدة في العمر. فحكم العمرة سنة مرة خلاص، والبعض يرى إن هي واجبة مرة في العمر، يعني الواجب إن أنا أعمل العمرة ولو مرة في العمر. ربنا يقول وأتم الحج والعمرة لله. طب عايز أكتر من العمرات ما فيش أي مشكلة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. شروط العمرة إيه؟ الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة أو الاستطاعة. لو الشروط دي متوفرة علي يبقى على القول بأن هي واجبة لازم أروح أعمل العمرة. العمرة لا تجب إلا على المسلم العاقل البالغ القدرة والاستطاعة. أنا مسلم وعاقل وبالغ وعندي قدرة مالية وبدنية وعندي استطاعة أن أنا أروح، يبقى أروح أعمل عمرة. لو عملتها مرة واحدة في حياتي كده خلاص سقطت من علي العمرة، وبالتالي مش واجب علي أعمل بعد كده تاني. طبعا فضلها كبير جدا زي ما قلنا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أركان العمرة بيقول لك للعمرة أربع أركان، أربع حاجات أساسية للعمرة لازم تتعمل. أول حاجة الإحرام، الإحرام اللي هو إيه؟ اللي هو نية العمرة، وده بعمله من الميقات زي ما قلنا أو من البيت أو من المطار. تاني ركن الطواف بالكعبة، قلنا بنعمل الإحرام وأول ما بننزل على المكة بنسيب الشنط في الفندق ونتوجه إلى الكعبة، نطوف طواف العمرة بداية من الحجر الأسود سبع مرات. وبعد كده الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، بداية من الصفا وانتهاء بالمروة سبع مرات. بعد كده الركن الرابع الحلق والتقصير، الحلق والتقصير. يبقى أنا عملت الأربع حاجات دول، أحرمت بالعمرة وطفت وسعيت بين الصفا والمروة وحلقت، يبقى أنا كده تحللت من العمرة بتاعتي. كل ده ما يستغرقش مثلا ساعة أو ساعتين. بعد ما خلصت أخلع اللبس بتاعي وأتحلل وألبس اللبس الطبيعي وأنزل أصلي في الحرم براحتي. عايز أعمل عمرة تاني زي ما قلنا قدامنا حاجة من اتنين، إن أنا أروح مسجد التنعيم اللي هو مسجد السيدة عائشة أنوي الإحرام منه وأرجع على مكة أعمل عمرة تاني، أو إن أنا لو أنا مريض أو كبير في السن أنوي الإحرام من الفندق اللي أنا قاعد فيه، وفي هذه الحالة ما عليش حاجة خلاص على قول ابن حزم وغيره. أما جمهور الفقهاء قالوا لو أنت أحرمت من الفندق يبقى عليك شاه، تذبح شاه. آخر حاجة بقى يا جماعة معنا في الكتاب من آداب المكث في الحرمين الشريفين. هتقعد في المسجد الحرام أو تقعد في المسجد النبوي، في آداب معينة لازم حضرتك تلتزم بيها، لأن المسجدين دول أفضل مسجدين عند ربنا وليهم خصوصية معينة وليهم آداب معينة. أول حاجة عدم الكلام إلا بخير. طول ما أنت قاعد في مكة أو المدينة أو في البيت الله الحرام أو في المسجد النبوي تلتزم وتتأدب ولا تتكلم إلا بخير. أنت رايح تعمل حج أو تعمل عمرة عشان تأخذ ثوبه عشان ترجع من الحج بتاعك كيوم ولدتك أمك، فحاول بقدر الإمكان أنك أنت تحرص أشد الحرص على فعل كل حاجة خير واجتناب أي حاجة شر. فهنا لا, لا, لا تجادل ولا تخاصم، ما ترفعش صوتك، ما تتكلمش بصورة مش مؤدبة. أنت في ضيافة الله وفي ضيافة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأدب معهما. فأول حاجة عدم الكلام إلا بخير. الأمر الثاني عدم النوم فيهما. حاول بقدر الإمكان أنك أنت ما تنامش في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأن لو إنسان نام ممكن يخرج منه شيء ينقض الوضوء فيقعد في هذا المكان الطاهر على غير طهارة، فهذا إيه؟ يعني فهذا مكروه. بعد كده عدم الأثر، أمر برضو يعني بقدر الإمكان نجتنب هذا الأمر. يعني أحيانا بتلاقي واحد عايز يعمل كل حاجة في الحرم المكي وفي الحرم المدني ويمنع غيره، يعني يدخل في الروضة مش عايز يطلع، والناس وراه زحام شديد جدا كله عايز يدخل، فكل واحد ليه نصيب زي حضرتك، فأنت تدخل القدر اللي ما تشقش بيه على غيرك وتسيب فرصة لغيرك. الحجر الأسود لما تمسك الحجر الأسود هي فترة بسيطة جدا وسيبه لغيرك وهكذا، لكنك أنت عايز تعمل كل حاجة أنت بس وغيرك ما يعملش، ده طبعا مرفوض في هذا المكان. قاعد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ما تمدش رجليك ناحية القبلة، ما تزحمش، سيب فرصة لغيرك يصلي، سيب فرصة لغيرك يطوف، سيب فرصة لغيرك يمسك الحجر، سيب فرصة لغيرك يدخل الروضة وهكذا. بعد كده التعفف،
التعفف يعني ايه؟ يعني انت تتعفف اذا كنت في الحرم المكي او المدني، وعليك بالسكينه والطمانينه. هتلاقي ناس، في ناس بتوزع اكل، في ناس بتوزع تمر، في كذا، يعني ما تسرعش الى اخذ هذه الاشياء، انك انت مش رايح تاكل ولا رايح تشرب، انت رايح تتعبد الى الله سبحانه وتعالى. فعفف نفسك في هذين المكانين قدر الامكان. وبعدين لو طلبت حاجه او حد عزم عليك بحاجه، خد القدر اللي يكفيك. لكن في بعض الناس بتاخد بصوره مبالغ فيها، خاصة في يوم عرفة أو في عرفة، عرفة كمية أكل مهدرة وكمية مشروبات مهدرة على الطريق، والناس يأكل ويشرب ويرمي، وعرفات تنقلب إلى ساحة من الزبالة كبيرة جدا. ما ينفعش أنا هاكل هاخد على قدي، هشرب هاخد على قدي، وأحاول بقدر الإمكان إن أنا أترك المكان اللي أنا فيه نظيف، ما أحاولش إن أنا أسير فيه المشاكل، خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي. آخر حاجة، طول ما أنا قاعد يا جماعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أكثر من العبادات، كثرة الصلاة والدعاء والطواف حول البيت والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم. أنا رايح المكان ده عشان أخذ أكبر ثواب ممكن، فأحرص كل الحرص إن أنا أعمل كل حاجة في هذين المكانين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. دخلت المسجد الحرام، دخلت المسجد النبوي، أول حاجة أعملها أنوي الاعتكاف، لأن بعض الفقهاء قال يجوز الاعتكاف ولو جزء قليل من الوقت. لو هدخل 10 دقائق ربع ساعة أنوي فيهم الاعتكاف عشان أخذ ثواب الاعتكاف في هذا المكان المبارك المدة اللي أنا قاعد فيها. فدي أول حاجة. تاني حاجة، ألتزم بالمكان ده، ما ارفعش صوتي، خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وانت داخل تزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب في حضرته، وحاول بقدر الإمكان تركز في الوقت ده. أنت يا دوبك هتزوره في دقيقة أو دقيقتين، ما تقعدش بقى كل تركيزك أنك أنت تتصور سيلفي بالتليفون أو تكلم حد أو الكلام ده، أنت في حضرة النبي، تأدب، ما ترفعش صوتك. استغل هذا الوقت في التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والاستشفاع بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. استغل الوقت ده في مرضاة الله وفي الدعاء، الدعاء عند سيدنا النبي إن شاء الله مقبول. فما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش قيمة، تقعدش يعني كل اهتمامك بالتليفون وتكلم قرايبك وتكلم حبايبك وتسيب النبي. هذا ليس من الأداب. من الأداب إن أنا أخشع وأتواضع وأمنع الكلام في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو هتكلم مع حد أتكلم بصوت واطي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم. فطول ما أنا قاعد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ألتزم بالأداب العامة للمكانين، لأن أنا رايح عشان أخذ ثواب، مش رايح عشان أضيع وقت. نكتفي بهذا القدر يا جماعة، ونشكركم شكرا جزيلا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليكم، وأن يزيدكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام وزيارة حبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى على الخير دائما. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.